السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية تالت. اليوم بإذن الله رح نكمل درسنا عن تكيف الكائنات الحية مع بيئتها. تعرفنا سابقا عن التكيف. التكيف هي قدرة الكائن الحي على العيش في بيئته، إذن هي قدرة الكائن الحي على العيش في بيئته. وحكينا إنه عندي نوعين من التكيف، تكيف السلوكي وتكيف الشكل الخارجي، وتحدثنا في الدرس السابق عن تكيف الشكل الخارجي. خلينا نستذكر ما تم أخذه في الحصة السابقة. شو يعني تكيف الشكل الخارجي؟ هو وجود أعضاء أو أجزاء موجودة في الجسم الكائن الحي بتساعده على العيش في بيئته ويتكيف مع البيئة اللي هو عايش فيها. تحدثنا عن الجمل كيف أعضاؤه بتساعده إنه يعيش في البيئة اللي هو فيها. مثلا حكينا شو فائدة الخف للجمل، بتساعده على المشي على الرمال. شو فائدة الرقبة الطويلة للجمل، بتمكنه من تناول الطعام. أيضا حكينا شو لماذا بيشبه لون الجمل لون الصحراء، لأنه عشان يتخفى من الأعداء. كل هاي الأشياء بتساعد الجمل إنه يتكيف مع البيئة اللي هو عايش فيها. طبعا معروف الجمل بيعيش في البيئة الصحراوية اللي بتتميز بأنها قليلة الأمطار، أيضاً قليلة النباتات، وأيضاً ارتفاع درجة الحرارة. فالجمل هو يلقب بسفينة الصحراء لأنه بتحمل الجوع والعطش. أيضاً اليوم رح ناخد النوع الثاني من أنواع التكيف، التكيف السلوكي. التكيف السلوكي يا طالب اطلع على الصورة الموجودة في صفحة 71، اطلع على الطيور مهاجرة من مكان إلى آخر. بتمثل الصورة الثانية انتقال الطيور من أماكن عيشها إلى أماكن أخرى قبل حلول فصل الشتاء. ليش برأيك الطيور هاجرت بصورة جماعية من مكان إلى آخر قبل فصل الشتاء؟ إذا بتكون طلبا للدفء والغذاء. خلينا نحكي عن هاي الهجرة. إذا التكيف السلوكي هي عبارة عن تمثل سلوك أو عمل يقوم به الكائن الحي استجابة للظروف البيئية اللي بيعيش فيها. إذا هجرة هاي الطيور مع بعض بصورة جماعية بتمثل سلوك أو عمل يقوم به الكائن الحي استجابة للظروف البيئية اللي بيعيش فيها. ممكن عشان البرد، ممكن عشان يطلب بده يروح يدور على غذاء. هاي هي أسباب الهجرة. إذا هجرة الكائنات الحية من مكان إلى آخر بصورة جماعية تسمى بالتكيف السلوكي بسبب الظروف الاستجابة للظروف اللي عايش فيها، ممكن طلبا للدفء أو الغذاء. خلينا نحل الأسئلة الموجودة في صفحة 71. أتأمل الصورة ثم أجمع الأسئلة التالية. لماذا ينتقل هذه الطيور من مكان إلى آخر؟ ليش انتقلت الطيور من مكان إلى آخر؟ لأن طلبا للدفء والغذاء. لماذا تكون انتقالها بصورة جماعية؟ برأيك ليش بتنتقل بصورة جماعية؟ بسبب الغريزة التي أوضعها الله تعالى فيها. كمان إنه وجودها بصورة جماعية بتشعرها بالأمان بالحماية، كمان عشان تحمي نفسها من هجوم الطيور الأخرى وتشعرها بالقوة. إذا ليش بتنتقل الطيور من مكان إلى آخر؟ طلبا للغذاء والدفء. حكينا ليش بتنتقل، هي حكينا التكيف السلوكي هي بتمثل سلوك أو عمل يقوم به الكائن الحي استجابة لظروف البيئية اللي بيعيش فيها. إذا بكون مثلا عشان الدفء، عشان بده يدور على مكان يشعر فيه في الدفء، عشان يدور على الغذاء. هذه أسباب هجرة الطيور من مكان إلى آخر. حكينا ليش بتنتقل بصورة جماعية، بسبب الغريزة التي أوضعها الله تعالى فيها، عشان تشعر بالأمان، تشعر بالحماية، عشان تحمي نفسها من هجوم الطيور الأخرى وتشعرها بالقوة. ماذا نسمي انتقال الجماعي للطيور من مكان إلى آخر؟ هجرة. إذا انتقالهم بصورة جماعية بنسميها هجرة. ما نوع التكيف الظاهر في الصورة؟ حكينا التكيف السلوكي. إذا شو هو التكيف السلوكي؟ هو عمل بكون فيه الكائن الحي استجابة للظروف اللي هو عايش فيها. ممكن عشان الدفء، عشان مثلا أجا فصل الشتاء بدها تغير، بدها تنتقل لمكان تشعر فيه بالدفء أو للحصول على الغذاء. إذا كمان مرة شو يعني التكيف؟ هي قدرة الكائن الحي على العيش في بيئته، وهو نوعين: تكيف الشكل الخارجي والتكيف السلوكي. تكيف الشكل الخارجي مثل لون الجمل، طول رقبته وعرض خفه. أما التكيف السلوكي هي مثل هجرة الطيور من مكان إلى آخر طلبا للدفء والغذاء. إذا التكيف الشكل الخارجي هي مثل لون شكله، لون الجمل، طول رقبته، عرض خفه. التكيف السلوكي هي هجرة الطيور من مكان إلى آخر طلبا للغذاء والدفء. خلينا نروح على السؤال صفحة 72. حدد نوع التكيف الظاهر في الصورتين وناقش أهميتها. في الصورة الأولى شو بتشاهدوا يا طالب؟ بنشاهد الدب. الدب شو لونه؟ لونه أبيض، نفس البيئة اللي هو عايش فيها. إذا أول إشي لون الدب بيشبه لون البيئة اللي بيعيش فيها. أيضا شو بيغطي الدب؟ بيغطي الفرو. إذا يعتبر من الثدييات، بتكاثر بالولادة، وحكينا بيعيش في المناطق القطبية، وأيضا حكينا يرضع صغاره. هلا الدب شو فائدة الفرو اللي بيغطيه؟ بيساعده على إنه يتحمل البرد، فوجود الفرو يعتبر من تكيف الشكل الخارجي. أيضا عندنا الأسماك. الأسماك في الصورة الثانية مهاجرة من مكان إلى آخر بصورة جماعية. إذا انتقلت الأسماك من مكان إلى آخر بصورة جماعية، هذا اسمه تكيف السلوكي. إذا هي عمل أو سلوك بيكون فيه الكائن الحي عشان استجابة للظروف اللي هو عايش فيها، ممكن لطلب للدفء أو للغذاء. هذا اسمه تكيف السلوكي.
لنفكر معا. يختلف لماذا يختلف شكل المنقار في من طائر إلى آخر؟ طلع على المنقار في الطيور الموجودة عندي. الصقر بيختلف منقاره عن العصا، عن الحمامة، عن النعامة، كل واحد منهم بيختلف عن حتى إيش يساعده على التقاط غذائه بناء عن المكان الذي عايش فيه. إذن مثلا الببغاء الحمامة حسب المنقار اللي بتعيه، حسب الغذاء عشان يساعدها على التقاط الغذاء اللي بناء على المكان اللي بتعيش فيه. طيب السؤال الأخير: من دلائل عظمة الخالق قدرة الكائنات الحية على التكيف مع بيئتها، اذكر أجزاء لم ترد ذكرها في الدرس تساعد الجمل على العيش في بيئته. أول إشي حكينا إحنا عدة أجزاء بتساعد الجمل على العيش، وحكينا في بيئته هذا النوع من التكيف، تكيف الشكل الخارجي. أذن الجمل صغيرة جدا، ليش؟ حتى تمنع الرمال دخول الرمال إليه. أرجله طويلة حتى تبعد جسمه عن حرارة الرمال. الوبر اللي بغطي جسمه بحميه من حر الصيف وبرد الشتاء. هيك يا طالب بنكون أنهينا درسنا اليوم، يعطيكم ألف عافية.